مستمر معكم يا أصدقائي في كالكولاس 1، والموضوع الذي نناقشه هو Continuity and Exclusive Consequences. والريكوايرد بهذه المسألة هو to determine the interval or intervals on which f is continuous. وعندنا هذا الفانكشن غني، في عندي سكوير روت زي ما انتم شايفين، واعتبر هذا جزءا رئيسيا في هذا الفانكشن. عندي هذا الجزء كامل وعندي هذا الجزء، عندي ثلاثه اجزاء فعليا هتعامل مع نمبر 1 ومع نمبر 2 ومع هذا نمبر 3. اما فيما يتعلق بارت 1، عندي سكوير روت اوف x سكوير ماينس 2 او سوري ماينس 4. وما نعرفه عن هذا الراديكال ان على الراديكاند وهو x سكوير ماينس 4 ان يكون greater than or equal 0، لانه في النومريتر مسموح يكون 0، why not. ثم علينا ان نتفق بان هذه non linear inequality. لاحظ في عندي باور 2 هون، لذلك to solve this non-linear inequality بحولها الى equation بهذا الشكل وبنحلها ممكن على الكالكوليتر. اعفيني من الحل، انت بامكانك انك تحله وتشوف ان الجواب might be 2 or minus 2. ثم عندي number line وعندي شوف minus 2 وعندي هون 2 وهون 0 وهون 0. بطبيعة الحال راح ندرس الساين تشارت للراديكاند x سكويرد ماينس 4 بدون الراديكال. راح ناخذ تيست بوينت مثلا 3 بلج ان راح يعطيك بلس، 0 بلج ان راح يعطيك نيجاتيف، ذن ماينس 3 بلج ان راح يعطيني بلس. فنستنتج ان البارت 1 كونتينوس من عند 2 و 2 انكلودد تل انفينيتي ومن ماينس 2 and less، يعني من minus infinity عند minus 2 minus 2 included. إذا انتهينا من الجزء الأول يا أصدقاء. خلينا نشوف هون بهذه المساحة البسيطة الجزء الثاني. الجزء الثاني لو فكرنا فيه هو e to the x continuous over r و x squared continuous over r و 2 continuous over r، لأنه هذا binomial وهذا exponential function، هذا الدومين له r وهو continuous over r. إذا هذا CTS over R، لذلك هو لن يؤثر على the whole domain of continuity لهذا الفانكشن. فلذلك هذا الجزء don't pay attention for this portion of this function، هذا لا يؤثر على continuity. خلينا نشوف الجزء الثالث اللي هو طبعا خطير من حيث التركيب وخطير من حيث الموقع، يعني هو square root minus 2x minus 15. لاحظ معي هناك restrictions، عندي x squared عندي minus 2x عندي minus 15 greater than 0 وهي not greater than or equal. ربما يسأل سؤال، طيب ما part 1 كان عندي square root وهذا square root، this one greater than or equal 0 but this one greater than 0. السبب البسيط هو انه هذا يقع في النومريتر، هذا يقع في الدينومريتر، كيف يمكن أن يكون في الدينومريتر و equal 0؟ لذلك cannot be equal to 0 supposed to be بس greater than 0. وكما اتفقنا يا أصدقائي this is non-linear inequality. لاحظ عندي power 2 فرح نحولها إلى equation، يعني عندي x squared عندي minus 2x عندي minus 15 equal 0. بإمكانك تحل بالكالكوليتر والأجوبة هي 5 and minus 3، yes 5 and minus 5 sorry minus 5 and 3. وطبعا راح نروح على النمبر لاين مؤكدا انه at minus 5 and 3 there's no continuity. So here no. وهذه الساين تشارت فقط for the radicand not the radical. So we will select something more than 3, let's say 4. We will plug in here and you can find out by your calculator the result is plus or positive, sorry, here negative and here positive. عندي 1, 2, 3,
portions together بشكله هذا function. I will ignore portion 2 ننسى التركيز 1 and 3 هم اللي فيهم restrictions اللي فيهم قيود لكن 3 number 2 ما فيه restrictions continuous over R ما في داعي نتحدث عنه راح أعمل أول number line يشير إلى الكونتينيوتي اللي ظهرت هون وثاني number line يشير إلى الكونتينيوتي اللي ظهرت في part 3 وليس part 2 لاحظ النمبرز اللي عندي هم minus 2 و 2 و minus 5 و 3 يعني راح أبدأ من أصغر شيء اللي هو minus 5 then من بعد شوي لاحظ الفروقات minus 2 0 لكن شوف عندي minus 5 undefined then عندي minus 2 بعدين عندي 2 و 3 2 مناسبة انها تكون هون مثلا 0 شوف لي 3 كيف عندها سيركل لانه الفانكشن undefined at 3 وراح استخدم هذا القلم حتى اعمل description للcontinuity شوف continuous here بما في ذلك طبعا ال minus 2 and 2 3 هنا عندي ال minus 2 and less continuous of course according لهذا اللاين عندي continuity more than 3 but at 3 no and less than minus 5 and at minus 5 no as well بعدين نحاول نشوف ال common بينهم عندي شوف هذه المنطقة common لكن بدون الماينس 5 وعندي ايضا هذه المنطقه كومن بس بدون 3 as well so صار الكونتينيوتي كما ترى عندي من ماينس انفينيتي تل ماينس 5 يونيون ويز من 3 حتى الانفينيتي طبعا عند الماينس 5 لاحظ اوبن عند 3 اوبن والسبب هو انه عند الماينس 5 وعند 3 هذا الفانكشن undefined not continuous وسميه ما شئت احبتي اشكركم على المتابعه واسمحوا لي ان اعرض لكم المساله اللاحقه سنغير نوعيه المسائل وسنتعلم ان كيف نجد constant في piecewise function زيها معتمدين على الcontinuity ابقى معنا وتابع الحل وشكرا